الفدرالية الديمقراطية للشغل. نحييكم تحية الوفاء ونشكركم على حضوركم في فعاليات تظاهرات فاتح مايو لهذه السنة. ومن خلالكم نحيي الطبقة العاملة المغربية والعالمية وعموم المحجورين والكادحين عبر العالم، متمنين لها مزيدا من الصمود ومزيدا من التضامن والوحدة لتحقيق أهدافها وإنجاز مهامها بما يعود عليها وعلى شعوب العالم بالتقدم والازدهار والرفاه والسلام الدائم. ونترحم بهذه المناسبة على شهداء فلسطين وضحايا زلزال الحوث وشهداء الشعب المغربي وكافة شهداء حركة التحرر عبر العالم. كما نجدد ترحم على فقيدنا القائد والزعيم فقيد الطبقة العاملة أخينا المرحوم نبيل العموي وكل إخواننا الذين فقدناهم. نخلدكم في الفدرالية الديمقراطية للشغل فاتح ماي تحت شعار مركزي، نضال مستمر لن يتوقف النضال، نضال مستمر من أجل دعم الكفاح الفلسطيني وضمان الحريات وتحقيق المطالب، وهو شعار يكثف بشكل كبير عناصر الهوية الكونفدرالية التي أرساها جيل التأسيس ووسختها الأجيال اللاحقة إلى اليوم، والتي تقوم على الانحياز التام لقضايا الطبقة العاملة في ارتباطها بمجمل القضايا الوطنية والقومية والإنسانية، وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية وقضية فلسطين التي تعتبر قضية مركزية في خطاب ممارسة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. أخوات الإخوة، تخلد الطبقة العاملة عينها الأممي لهذه السنة، والشعب الفلسطيني يعيش تحت وطأة جماعن حرب إبادة مكتملة الأركان وتحت القصف الصهيوني الهمجي والتقتيل والحصار والتجويع وهدم المباني والمنشآت المدنية والبنيات التحتية في محاولة يائسة لضرب كل مقومات الحياة ودفع الفلسطينيين إلى ترك أرضهم والنزوح نحو مخيمات جديدة تنضاف إلى مخيمات الشتات. إنها حرب عبادة وجرائم ضد الإنسانية لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلا، ترتكب في حق الشعب الفلسطيني أمام أنظار العالم بدعم سافر للكيان الصهيوني من طرف الأنظمة الإمبريالية ودعم سري أو صمت متواطئ للأنظمة العربية. إننا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وانسجاما مع مرجعياتنا ومبادئنا نجدد مرة أخرى التعبير عن تضامننا اللامشروط مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر والانعطاف وإقامة دولة مستقلة على كافة أراضيه وعاصمتها القدس. كما نجدد التعبير عن رفضنا لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وندعو أجهزتنا النقابية القطاعية والترابية وكل الكونفدراليات والكونفدراليين إلى مواصلة برمجة أنشطة وتظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وانخراط الفعال في كل المبادرات التضامنية التي تتخذها التنظيمات والهيئات الصديقة والحليفة. أخوات الإخوة، إن ما يجري في الشرق الأوسط ليس معزولا عما يعيشه العالم من اضطرابات وصدمات وتوترات جاءت نتيجة عربدة الولايات المتحدة الأمريكية القائدة للنظام العالمي الأحادي القطبية بعد الحرب الباردة، القائم على العولمة السياسية والاقتصادية وتحكم شركات كبرى العابرة للمحيطات والقارات في القرارات السياسية والاقتصادية لمعظم دول العالم، وسطوتها على مقتنيات وثروات شعوب متوسلة في ذلك التفوق العسكري والتكنولوجي والتضليل الإعلامي، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية والمنحازة كليا للاختيارات الإمبريالية والاختيار السياسي والاقتصادي للدول،
والتدخل في شؤونها الداخلية تحت مبررات وشعارات سرعان ما يظهر زيفها ويستعاض عنها بسياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين. إنما يعيش عالم اليوم من توترات واضطرابات في كل المناطق، الشرق الأوسط، شرق آسيا، أوكرانيا، الانقلابات العسكرية في إفريقيا، الحرب الأهلية في السودان، التدخلات الغربية في أمريكا اللاتينية، يشكل إرهاصات أولية لميلاد عالم متعدد الأخطار. إلا أن هذا الميلاد لن يكون سهلا، وقد يؤدي إلى حرب كونية شاملة ومدمرة تدفع فاتورتها شعوب العالم وفي قلبها الطبقة العاملة العالمية، وهي فاتورة تضاف إلى ما تعاني اليوم نتيجة اختيارات الرأسمالية والنيوليبرالية المتوحشة بفعل التضخم وارتفاع الأسعار وموجة تسريحات جماعية للعمال. أما على المستوى الوطني فنستحضر قضيتنا الوطنية ونجدد التأكيد على تمسك الطبقة العاملة المغربية ومنظمتنا الكونفدرالية الديمقراطية للشرق بوحدة ترابية للمغرب وسيادته الوطنية على كامل ترابه الذي لن نفرط في جبل منه، وتمسكنا كذلك بمطلب تحرير سرتا ومليليا وكافة الجزر المحتلة، كما ندعو مجددا الطبقة العاملة المغربية، الطبقة العاملة في المغرب الكبير، إلى توحيد الجهود لبناء فضاء مغاربي تسود الحقوق والحريات والديمقراطية وشروط التنمية المستدامة. أخواتي إخواني، لا زال المغرب يعيش أزمة بنيوية مركبة على المستويات السياسية واقتصادية واجتماعية نتيجة للاختيارات اللا شعبية واللا اجتماعية التي تصر الدولة المغربية على نهجها منذ استقلال اليوم. اختيارات قائمة على التحكم بالحق السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتفكيك القوى الوطنية الديمقراطية وقمع الأصوات المعارضة وزواج المال بالسلطة والإفلات من العقاب وتشجيع اقتصاد الريح وحماية الفساد المدافع عن الاستبداد وتفكيك الوظيفة العمومية وسلعنة الخدمات الاجتماعية وخصصة المؤسسات العمومية والاستراتيجية وتفويتها آخرها ما تعرفه المستشفيات العمومية من تفويت عبرنا عن رفضه بشكل مطلق. فالمؤسسات العمومية والخدمات العمومية ملك للشعب المغربي ولا أحد يحق لها تفويتها، وفي الأنظمة الديمقراطية يتم تنظيم استفتاء شعبي لاتخاذ هكذا قرارات. إن الأزمة الاجتماعية التي يكتوي بنارها السواد الأعظم من الشعب المغربي ونعاون الطبقة العاملة وعموم المحشورين بفعل مستويات التضخم غير المسبوقة والارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية وما ينتج عن ذلك من تفخير وتهميش وبطالة وإقصاء اجتماعي لغالبية المواطنات والمواطنين لن يتم تجاوزها بإجراءات تقنية ومحاسباتية ولا بأخرى ترقيعية وموسمية، بل بإصلاحات هيكلية كبرى في ظل حوار سياسي شامل يفضي إلى إرساء ديمقراطية حقيقية بمضامينها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أخوات الإخوة، إن الحوار الاجتماعي كما هو متعارف على آلياته دوليا يقتضي بيئة ديمقراطية تضمن فصل السلط والفصل بين المال والسلطة واستقلال ممثلي الطبقة العاملة عن ممثلي الدولة ورأس المال ومؤسسات تمثيلية حقيقية تشتغل بمنطق المصلحة الوطنية ومصلحة من تمثلهم، بالإضافة إلى رأس مال وطني حريص على أداء واجباته المالية والاجتماعية ومنضبط للقرارات والتشريعات الوطنية. إن غياب هذه المقتضيات هو ما يفسر الاختلالات التي عرفها ويعرفها الحوار الاجتماعي بلادنا، سواء على مستوى الشكل أو المستوى المضمون، ومنها عدم المحسسة والإبقاء على حوار رهيب المزاجية وبالظرفيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعدم وفاء الأطراف بالتزامات المتفق حولها في كل الاتفاقيات أو الاتفاقات السابقة منذ 96، حيث نجد أنفسنا داخل الكونفدرالية الديمقراطية
مضطرين لخوض معارك نضالية للضغط من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وخير مثال على ذلك المعارك النضالية التي خضتموها جميعا من أجل المطالبة بتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، والمعارك الأخرى التي خضناها طيلة الموسم الفارض للمطالبة مرة أخرى بتنفيذ ما ورد في اتفاق 30 أبريل 2020، وآخرها المسيرة الوطنية الاحتجاجية بالدار البيضاء يوم 4 يونيو التي تم قمعها ومنعها من طرف السلطات. أخواتي الإخوة، إننا في الكونفدرالية الديمقراطية الشعب لنا موقف واضح ومسؤول، وقراراتنا مستقلة، لن نتخلى عن اتفاق وقعناه، ولن نقبل باتفاق جديد يلغيه، ولن نقبل بمنطقة مخيطة، ولن نكف عن المطالبة باحترام آليات التفاوض ثلاثي الأطراف، كما أننا متشبتون بكل ما ورد في اتفاق 30 أبريل 2022 من مكتسبات الطبقة العاملة. بهذا المنطق وبهذا التوجه دبرت الكونفدرالية الديمقراطية الشغل الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي منذ الاجتماع مع رئيس الحكومة والوزاري المرافق له بحضور الكاتب العام الأخر قادر الزاير يوم 29 مارس 2024، حيث عبرنا عن الاحتجاج الشديد على تجميد الحوار والقفز على جملة فيرم 2023، وأكدنا على ضرورة تنفيذ كل التزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، كما طرحنا قضايا الحريات والحقوق النقابية والمصادقة على اتفاقية الدولية 87 وحل النزاعات الاجتماعية وإرجاع الموقوفين في قطاع التعليم وإجراء حوارات قطاعية بكل القطاعات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ومعالجة الهيئات من متطرفين مهندسين وغيرهم. وبعد عدة اجتماعات تفاوضية مع وزراء الحكومة تم التوقيع على محضر تنفيذ التزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل، والذي يتضمن أساسا تحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور في القطاع العام والجماعات الترابية والمؤسسات الحكومية بمبلغ 1000 درهم صافية، والرفع في الحد الأدنى لأجور سميك وسمار بنسبة 10%، وتخفيض ضريبة على الدخل من خلال مراجعة الأشطور، وتخفيض السعر المعاشي كجزء من العدالة الجبائية، والتزام الحكومة بفتح أو مواصلة الحوارات القطاعية، ومراجعة الأنظمة الأساسية للفئات والهيئات المشتركة من مهندسين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وموحدين وغيرهم. التزام الحكومة باتخاذ تدابير عملية لاحترام الحريات النقابية والحقوق الاجتماعية للعمال خاصة في القطاع الخاص، الاتفاق على مواصلة الحوار حول مشروع قانون تنظيم الإضراب وحول التقاعد من أجل التوافق قبل الإحالة على المؤسسة التشريعية، مراجعة القوانين الخاصة بالانتخابات المهنية منادي العمال والمدراء وأعضاء اللجان الثنائية بما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص كما عرفته الانتخابات السابقة من تزوير وإفساد، إخضاع كل التشريعات المرتبطة بعالم الشغل للتفاوض والتوافق. إننا في الكونفدرالية الديمقراطية الشغل، ومن حيث نبدأ لسنا ضد مناقشة كل القوانين المرتبطة بعالم الشغل، ومنها مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب ومعالجة ملف التقاعد، لكننا لن نقبل بمنطقة المقايضة، لأن تحسين الدخل يفرضه الواقع الاجتماعي والاقتصادي للطبقة العاملة وعموم المأجورين في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وهو ما يحتم على الدولة مواصلة هذا التحسين عبر سن إجراءات حماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين بتفعيل السلم المتحركي للأجور. ولن نقبل أيضا بكل المضامين التراجعية التي تجهز على الحق في الإضراب أو تكمله بعيدا عن معايير الدولية ذات الصلة، ولن نقبل بإصلاح جديد لصناديق التقاعد يمس المكتسبات أو يحمل الموظفين والأجراء كلفة سوء التسيير والتدبير وعدم وفاء الدولة بالتزاماتها المالية إزاء هذه الصناديق وما تم أيضا نهبه طيلة هذه السنوات. فإذا كان الحوار الاجتماعي ضرورة مجتمعية
وجولة من الصراع الاجتماعي لانتزاع مطالب العديد الطبقة العديدة. فإن الوثيقة التي تم توقيعها يوم الاثنين 29 أبريل 24 تشكل تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق ذات الأمر، والتي ظلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لوحدها وأنتم شهود تمارس الضغط وتخوض النضالات من أجل تنفيذها وتقدم أجوبة اجتماعية واقتصادية مرحلية. لكن لا بد أن تحمل هذه الوثيقة معنى سياسي، لذا فإننا ندعو الدولة إلى ضرورة تصفية الأجواء العامة بالبلاد من خلال طيب الفات معتقل الرأي والحركات، وإرجاع المثقفين في قطاع التعليم، والتفاعل الإيجابي مع مطالب طلبة كلية الطب والصيدلة والحركات المجالية، والاحترام الفعلي للحريات العامة والحريات النقابية والحقوق النقابية، والحق أيضا في التظاهر السلمي، وضرورة أيضا محاربة الفساد والمفسدين الذين اقتحموا المؤسسات الدستورية وأصبحوا يتحكمون في صناعة القرار بما يخدم مصالحهم الريعية وما يعيق ليس فقط التنمية الشاملة لكن عملية البناء الديمقراطي ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما أن الوضع يقتضي سن سياسات اقتصادية واجتماعية بغاية تحقيق شروط العدالة الاجتماعية وتوزيع العادل للثروات وخلق مناصب الشغل اللائق أمام الارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة، وإصلاح شمولي ونسقي لمنظومات التربية والتكوين، وضمان الخدمات العمومية الجيدة والمجانية، والحماية الاجتماعية الشاملة لكافة المواطنات والمواطنين، وضمان حقوق المرأة العادلة من أي جيل عايشين كريم، وذلك بصدق قوانين ضامنة للمساواة الكاملة، وكذا حمايتها من العنف في عالم الشغل بتطبيق اتفاقية 190 والتوصية 206 المضايضة للعنف في عالم الشغل. إن المرحلة المقبلة أيها الأخوات والإخوة ستكون امتحانا ليس فقط للحكومة على مستوى الترجمة السليمة للاتفاقات، ولكن أيضا على مستوى المنهجية وإدارة تفاوض من أجل التوافق حول كل القضايا والتشريعات الأساسية والإشكاليات التي تهم واقع ومستويات الشغل المغرب. لذا فإن الكونفدرالية الديمقراطية الشغل ستواصل تعاطيها مع كل هذه القضايا بجدلية التفاوض والنضال. أخوات الإخوة، هناك أصوات وأقلام تدخل في خانة أعداء الطبقة العاملة، وهي لا تؤمن لا بالحوار ولا بالنضال الاجتماعي والديمقراطي. البعض منها اعتبر أن ما جاء في هذه الجولة من الحوار الاجتماعي من مكتسبات هي هدايا للطبقة العاملة. نقول لهم أن الهدايا والامتيازات هي التي تقدم سنويا من خلال القانون المالي لأصحاب المال والأعمال، حيث يشعلون شموعا على أرصدة ليطفئونها في رأس السنة احتفالا بأرصدة وامتيازات جديدة. أما هذه المكتسبات أو المكاسب الاجتماعية هي مطالبنا تزعناها، تزعتها الطبقة العاملة وانتزعتها الكونفدرالية الديمقراطية الشغل بالنضال والاحتجاجات التي خاضتها السيدتين وحدها السنة الماضية، وبالتفاوض ومن حق الطبقة العاملة أن تستفيد من ثمرات إنتاجها وأن تحتفل بعيدها الأممي لينضاف للعديد من المكتسبات التي انتزعتها الكونفدرالية منذ أول اتفاق اجتماعي سنة 96. أما البعض الآخر الذي يتكلم عن المقايضة لأنهم اعتادوا الابتزاز واعتادوا المقايضة واعتادوا الصفقات السياسية من أجل مكاسب انتخابية ومقاعد في البرلمان بغرفتين على حساب أوضاع الشعب المغربي وحقه الطبيعي في الديمقراطية والعيش الكريم. فالكونفدرالية الديمقراطية الشغل منذ تأسيسها إلى اليوم عاشت كل أشكال المحاربة والتضييق والاعتقال والمنع والقمع، وهذه الساحة شاهدة على ما وقع السنة الماضية من منع وقمع للمسيرة الوطنية الاحتجاجية
يوم 4 يونيو 2023، وكذلك الحصار الذي ضرب على المقرات وعلى المقر المركزي في مواجهة تحسيس عبارة النقابي لضبابنا. إن الكونفدرالية الديمقراطية كما عهدتموها دوما ستبقى منحازة للقضايا الطبقة العاملة وحقوق المؤجورين والمواطنات والمواطنين والقضايا الإنسانية العديدة، وفية لهويتها الكفاحية ولمبادئها التأسيسية، عاصية على كل محاولة الترويض والإخضاع، واضحة لمواقفها، مستقلة في قراراتها، مستعدة لكل أشكال النضال والتضحية. فلنتبع جميعا ولنعمل على تقوية تنظيماتنا القطاعية والترابية، ولنكن على أهبة استعداد لمواجهة كل السيناريوهات وكل المخططات التراجعية والتخريبية الهادفة إلى الإجهاد على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المؤجورين وعموم المواطنات والمواطنين. شكرا لكم والسلام عليكم.